مع قدوم شهر رمضان يظل الحال على ما هو عليه بالنسبة لمعاناة المواطنين هنا في مدينة تعز. حرب وحصار وتدهور لم يتوقف منذ 3 سنوات. مع قدوم شهر رمضان المبارك ولم يتبقى سوى أيام قليلة، وأهالي مدينة تعز وأبناء مدينة تعز يعانون هذه الأيام وعلى مدار 3 سنوات من حصار وفقر وانقطاع الرواتب وتدهور في الأحوال المعيشية. نحن الآن مقبلين على شهر رمضان المبارك، لم يتغير بوضع المواطن شيء، لا الحرب ولا الحصار والقصف مستمر أيضا، لم يتغير في هذا الوضع سوى زيادة معاناة المواطن فقط. كان السكان هنا يعقدون آمالا عريضة بأن يأتي هذا الشهر الفضيل وقد انتهت معاناتهم، لكن تدهور الأوضاع المعيشية تأبى أن تفارقهم، خصوصا مع عدم انتظام صرف رواتب الموظفين وتجميد أنشطة الكثير من المنظمات الإغاثية لأعمالها، رغم محاولات السلطة المحلية إعادة مؤسسات الدولة إلى عملها للتخفيف من وطأة الأوضاع الناجمة عن الحرب. كان الناس في تعز يعقدون آمالا كثيرة أنه في هذا العام سيأتي عام أفضل من العام السابق، إلا أننا نعيش نفس المعاناة بل أسوأ. عملنا الأجوار الرمضانية لاستقبال رمضان الكريم لكي ندخل الفرحة والسعادة لقلوب الأطفال بعيدا عن جو الحرب. يحاول بعض أهالي هذا الحي التغلب على أوجاعهم ولو قليلا عبر تزيين المباني بالأعلام والشعارات وفوانيس رمضان، تعبيرا عن الاحتفاء بهذا الشهر الكريم رغم استمرار الحرب وقسوة الظروف. تبدو مظاهر الفرح باستقبال رمضان مختلفة، إذ تقف المعاناة التي خلفها انقلاب الميليشيا وحربها الطاحنة حاجزا بين المناسبة وحياة الناس، لكن مع كل ذلك يحاولون التغلب عليها، وكلهم أمل أن تأتي الأعوام القادمة وقد تخلصت المدينة من كابوس الحرب وعادت الحياة إلى طبيعتها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.